انتوا بتزرعوا شجر هنا ولا حاجه؟ احنا باذنك يا رب بنزرع كل سلام وبركه وخير، وهو ده الهدف الكبير من العرض. عندنا ايه الليله؟ عندنا حاجات كتير حلوه قوي هترجعك شويه شويتين حلوين، هتحسسك بالبهجه والحياه والامل والسلام. احنا شايفين ان في ولاد حلوين قوي، وبعدين صعب ان يطلع منهم حاجات زي كده، قدرتوا تعملوا كده ازاي؟ حقيقي هي دي التشالنج الكبيره. ان العيال بيتكلموا بيور انجلش ويتكلموا اغاني انا شخصيا اتربيت عليها، يتكلموها بمنتهى السلاسه ويغنوها كمان مش يقولوها بس. فدي كانت التشالنج انا شخصيا فرحان بيها لكل عيالي واولادي وعيالي. قد ايه انتوا خدتوا لغايه ما وصلنا للمستوى اللي احنا فيه؟ اعتقد 6 شهور. كنت بتكلم مع الدكتور جورج وقال لي ان من غير اللي هو عمله واللي انت عملته ما كانش ممكن يطلع الكلام ده. هو ربنا فوق الكل ودكتور جورج طبعا والاطفال، وفي حاجات جديده معموله انا ببقى يعني مستمتع وانا بلحنها. ايه اكتر حاجه انت عايز الناس تتابعها وتقول لهم دي فعلا جديده في هذا العرض؟ احياء التراث اللي هو اغاني زي مثلا ذهب الليلو، واغنيه عاملينها اللي ممكن تبقى شغاله في الباك جراوند اسمها السلام، اللي هي دعوه لكل العالم يا رب يبقى سلام. واحلى حاجه ان هي تتقال بصوت اطفالنا. واحلى من القمر مش هنلاقي. انت القمر كله. بالتوفيق يا ماجد ان شاء الله، وهنتابع معاكم البروفات ونشوف العروض على المسرح ان شاء الله. دايما تنور، ببقى سعيد ان انا اقابل حضرتك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. هنشوف البروفات وكلكم في المسرح.